بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن في جبهة حي الصناعة بمدينة دير الزور، نلتقي مع أحد المقاتلين في صفوف الثوار، وهو يعني كما تشاهدون أحد كبار السن. أبو علي، السلام عليكم أبو علي. سلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي، يعني كما نشاهدك أنت قد حملت السلاح، يعني ما هو الذي دفعك لحمل السلاح وأنت في هذا العمر؟ هي يا أخي أول وحدة العمر 80 عام، وناقص عمري شي 15 عام، لأني شفت إخواني المؤمنين بيوتهم تهدمت والناس أعراضهم ونهانهم وشردنا ابن المعيليش. هنا الحمد لله أنا والله ماني بحاجة سلاح كله لي، لكن الله سبحانه وتعالى عز وجل هو أمرني إلى الجهاد. أيوة. يعني بايع الدنيا واني عمك بجعب سكارة، تبعت بشار وعوان وابن المعيليش وحسن عدو الله وشفتوا الفرس النجوس. طيب حج أبو علي، نريدك توجه رسالة للشباب الذين ما زالوا متخاذلين وإلى الآن لم يحملوا السلاح للدفاع عن أعراض المسلمين. والله يا أخي طلع شايب مغرب عمره 80 سنة، قال النسبة للشباب الهزمة مطلعهم خارج سوريا ما بهم لا حمية ولا شرف ولا ناموس، لأنهم باعوا وطنهم وهربهم البلاد المجاورة. احنا نقول انفايات الهزمة، لكن الشباب مع الأسف الهزمة. نرجع وين؟ النسبة للشباب الدير، ولك يا أزلمة عافهم دكاكينهم ومعافهم بيوتهم ومعافهم ومعافهم. طيب أبو علي، يعني نريد منك أيضا، يعني القادة والجالسين في فنادق اسطنبول في تركيا والذين يعتبرون أنفسهم هم قادة هذه الثورة، ماذا تحب أن توجه لهؤلاء القادة رسالة؟ يا أخي النسبة يتكلم بالكلام هذا قائد الثورة يقعد ويتم مع الثورة ويوجه الثورة ويدعم الثورة. يعني أنت تدعوهم إلى أرض الميدان وليس أدعيهم الحجاج كبار السن وغير الحجاج كبار السن. يعني أنا المجاهد الحاج أبو علي خبرت معارك من أولها لآخرها، جبت الدجاج من المدفعية لحتى ذبحت قباجب والشباب انهزمت، ومع الأسف على بعض شو الشوارع هذول هناك قاعدين في تركيا وهو قاعد من قادر الصف. إذا يريد يخش ويصير قايد يقول بلقاع يمشي مع ربعه يحامي بلده يحامي عرضه يحامي ناموسه، لكن هذا ما عنده شرف هذا. طيب أبو علي، أيضا يعني هناك في الفترة الأخيرة سمعنا بالتجار وتجار الحروب وتجار النفط. نعم. يعني أنتم اليوم هل لديكم يعني الذخيرة الكافية والوافية في جبهة حي الصناعة، أو لديكم السلاح النوع الذي تمتلكونه في مقابل قوات الأسد التي تمتلك كافة الأسلحة الثقيلة؟ يعني هل لديكم يعني هذا السلاح النوعي؟ والله إحنا نطلب من الله عز وجل، هم عندهم هامة مدافع، لكن إحنا سلاحنا بارودة، لكن بارودتنا بحيل الله عز وجل تقابل مدافعهم، لأن إحنا على حق وهم على باطل. بالنسبة نرجع الموضوع إخواننا وربعنا، أنا عارف لك بس من عمامي إحنا يوم يصير السؤال يقول لك إحنا بينا 40 زلمة، ما أسأل أكبر ناس، لك تعالوا تعالوا مع الصناعة تعالوا مع الدير الغالي. يعني أنت من هنا تدعوهم إلى النزول إلى الميدان؟ النزول هنا وهناك وعايرت منهم ونطلع من الجامع ونطلع من الصلاة تعالوا كلها تنهزم. وشنو هم راكسين البناء وعلى مال الدنيا والحلال وفلان عمر وفلان عمر، ولك تعال على الصناعة تعال. أنا عمري 80 عام، يعني باوى الصناعة لي النهار أول خط، وما نساعل ولا نخاف غير من الله عز وجل. طيب أبو علي، يعني أيضا يعني تجار النفط أصحاب آبار النفط، يعني الذين يمتلكون الثورات. نعم. يعني يمتلكون يعني المال الكثير ملايين. نعم. يعني ماذا تحب أن توجه لهم إلى هؤلاء الذين يمتلكون الثروات؟ هذولا أول شيء هذولا اطلعوها بكتاف المجاهدين. النسبة لول ما إحنا يا الثوار هم ما حصلوا شيء، أول بدور ابن المعلوق واحدهم 5 كيلو ما يجرب الخط، وهسه هذا بين فلان وهذا بين علان، ولك يا اخي انت بتقول هذا بين فلان وعلان، ولك تعال الصناعه تعال تعال تعال, تعال على الدير الغالي، تعال على دير الزور. دير الزور ما ننسى وبحياتنا وبدمنا النفداه. طيب ابو علي، رساله اخيره
أريدك أن توجهها لبشار الأسد وأعوانه، إن كان من حزب الشيطان وروسيا وإيران وكافة الدول الموالية له. ماذا تحب أن توجه لهؤلاء، لقوات النظام؟ والله يا اخي النسمه لابن المعلوق طالعها بخطوف العصات السنين، وهو مثل الكلب حاشاك، مثل كلب الغنم عند الراعي، حاحي جيب فلان وجيب علان، هو وين خاتل لسه تلقاه متقضي يا اخي، تلقاه متقضي يا بالحمام يا بيت المي. وكان زيما يطلع يقابل حج المجاهد الشايب هالحج. نعم، يعني انت تدعوه من هنا الى النزول. انا ادعي للنزول، هو وحسن عبد الله وكبار الفرس وغيرها وغيرها، وانا عمك ما اخاف غير من الله عز وجل. وذبحت من جنود بشار على دخل ذبحت قباجب 114، واني والشهيد البطل صدام النوفل وهيثم المضحي وغيرهم وغيرهم. والله ان شاء الله. طيب كلمة أخيرة، ماذا تحب أن تقول؟ آخر كلمة يعني. والله يا أخي بكيتني، شو اللي تقول؟ يعني نسبة إحنا المجاهدين ذخيرتنا قليلة، يعني وأنا فقير، بس إحنا معانا الله عز وجل. يعني هم يضربون نفسيتهم بعد، وإحنا طاقتنا جلت بروسهم. نطلب من إخواننا أهل البيار هاي المستملكين، بيار عندنا المعلوق، أو من إخواننا الخارج سوريا، لك يا أخي ادعمونا. الله وكيلك على البارود المهلي يعتاله. بقي انا يعني وجه رساله لبشار، يا بشار وين لواءك ال 113؟ واضح تعالى انا باطحك. يا بشار وين مفرزة اسمه قباجب؟ ولك يا بشار وين حاجر بصيري؟ الميامين المدفعيه وين دباباتك؟ خذ اسلحتك وكسرنا راسك بيها. حسن عدو الله ابو سان العريض ما ينفعك بشيء، كل ما تدفع عندنا قوات هنا احنا نشيلها. احنا عيال دير الزور اكبر راس انكسروا. ادعون الله عز وجل. ان شاء الله. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الله وكيلك يا اخي، عدة مرات ادور الشهاده واضرب اني ماشي بصدق. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عمك الحاج. ان شاء الله هذه الرساله تصل الى كافه العالم والى كل من يشاهدك الان. احنا نوجه رسالة اخرى لاخواننا الجبهات وغير الجبهات وجه الحر، احنا اخوان واحد، اسلاح واحد، الذخيرة واحدة. احنا جينا طاقات ابن المعروق بشار على ردينا على بعضنا بعض، مية اطلب منهم الهدوء والدين والايمان. يا اخي بعد ما نهي بشار هي مية فاضة، هي مية فاضة. مية اطلب منهم العون واحد، اسلاح واحد، الذخيرة واحدة، الدين واحد. ينزلون على ساحات المعارك. ينزلون على ساحات المعارك. هاي الصناعة ما ننطيها بدمنا وبحياتنا، احنا الحجاج نفديها. مع الاسف على الشباب انهزم على السعودية وانهزم على تركيا. انا عارف شباب في تركيا يقول لك ايه انا قايد الثورة. ولك تعال معانا، تعال تعال. هل يا ما وعد الثورة عطى اللاغية، هل يا عطى اللاغية اول شيء لك 24 ساعة نباوية اصلي ونام هيل، هل يا 15 متر. خلينا نشوفها تفضل، شايف وين؟ هل يا هاي ضغوطهم هيل، هل يا هل عند الزرعت الزرعت الدقيقة اللي جاني هاي، هذا مقر الجيش. تفضل معي اشوفك طلاقيات وسعاني حافلهم طلاقية. هذا الوجه بالوجه. وين ابو علي؟ نعم هذا الجيش، هذا الجيش الصفر، هذا الجيش، هذا كانت الصفر، هذا كله جيش محلات الجيش. كما تشاهدون وكما يقول الحاج ابو علي، يعني ان هذه هي مقرات النظام، يعني لا تبعد بينهم وبين المجاهدين 15 متر، يعني سوى بضعه امتار، يعني نعم لا تعاد. نعم. يعني لا حول ولا قوه. وان شاء الله احنا اصحاب حق، وان شاء الله ندمرهم. ادعون الله عز وجل. هم عندهم اسلحه بس احنا معانا ديننا وسيدنا محمد وجدنا محمد ودين الاسلام استاذ يزيد محمد الدجالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.